وصلنا للحرف اليدوية الجميلة، ورح نحكي اليوم عن الشغل اليدوي اللي دائما له سحره الخاص، اللي بيعطي القطعة أو التحفية الفنية رونق خاص بيختلف عن غيره من القطع الجاهزة، وخاصة إذا مشغول بالإيد. رح نحكي مع دانا روماني، حرفية وصاحبة مشروع شغف، أكثر عن هالموضوع. يسعد صباحك، ينعاد عليك بكل خير. يا أهلا فيكم وصباح الخير ورمضان كريم. رمضان صباح كريم. الخير صباح دانا، وينعاد عليك بكل الخير. خبرينا بالتفصيل عن مشروعك قبل ما نتفرج على القطع. شغف كاندلز هو مشروع انطلق من 3 سنين واليوم مكمل للسنة الرابعة. هو بلش بفكرة كتير صغيرة، كانت هدية سوفونير صغيرة لحدا من رفقاتي، اشتغلتها بالبيت، حبيت الفكرة وطبعت على الشمعة وقتها صورة وطلعت كتير حلوة وناجحة. تعلقت أكثر بالفكرة، حسيت أنها كتير حلوة وخرج أنها تكبر وتصير مشروع، لهيك شغف كاندلز اليوم موجود. نعم، يعني عم نلاحظ يمكن دانا انه كله شموع، عملتي من الشمع تحف فنية جميلة، وخاصة برمضان يعني عم نشوف شموع او بورتكليات خاصة لرمضان. خلينا نحكي عنها اكثر ونشوف نماذج، نحكي عن القطع الموجودة. هلا الاكثر مبيعا والاكثر يعني شغفا من الزباين اللي بتحب تشتري من عنا هو منتج الميدالية الشمع. هاي الميداليات هي معطرة، عم تكون شمعية. فينا نشوف واحدة منه؟ أكيد. هلأ هاي الميداليات بتختلف تصاميمها حسب أنت شو بتطلبي. بيكون هاي التصاميم حسب المناسبة اللي أنت بدك إياها. ممكن تكون هي القطعة عليها اسم مثلا، ممكن يكون في عليها اطار معين حسب المناسبة، تصميم اللي بده اياه ممكن يصير. هلا بما انه نحن بجو رمضان فانا اعتمدت الشيء الشرقي، النقشات الشرقية بالاضافة مثلا للميلوية، بالاضافة للنقشات اللي هي بتعبر عن الجو الاسلامي لنقول اكثر. هي الافكار، الروائح متنوعه مختلفه، ممكن الشخص يختار الريحه اللي أكيد بحبها. اكيد، واكثر روائح الفواحه هي بتكون روائح الفواكه يعني بانواعها. هلا الشيء الثاني اللي عاملينه حلو هو الكاسات هي اللي هي في الكلور، هي شغلنا، شغل يعني محلي لنقول، هي عم تكون كمان من ضمن شمع من شغلنا، والكاسه هي محليا، يعني اللي بشوفها اول شيء بفكرها انه شو قطعه اجنبيه جايبتيها من برا انه كثير فخمه وحلوه، لا انه هي من الفولكلور السوري الاصيل. نعم. كمان في عندنا كاسات بانواع ثانيه، هي القياسات الصغيره. هالسنة حبينا نشارك الفانوس بما انه الفوانيس بتشتغل كمان كانت على الشمع. خلينا نشوفه اذا بتجي. هاي الفانوس هذا كمان بيعتمد شيء له علاقة بالشغل اليدوي، هو رسم على الزجاج. كل الشيء اللي اشتغلنا فيه هو له علاقة بالشيء اليدوي، يعني كل الفوانيس كانت بتضيف لمسة لها علاقة بالشيء اليدوي. في عندنا اشكال جديدة مطلعينها، هي الشكل هذا المربع. نحن بنعتمد كثير القطر الكبير مشان لما بتذوب الشمعه ما تاثر ابدا على الصوره، تضل محافظه على نفس الشكل كانك هلا شاريتيها، بنفس الوقت تستمتعي فيها انك انت قدرانه انك تشعليها مو بس صمتيها هيك. في عندنا شكل مفرغ مثلا كمان باخر قطعه، هي كمان شمع فيك تحطي بقلبها شمعه صغيره فهي حتضوي كلياتها. وبالمناسبه بما انه القطر كبير فلما عم تشعلي الشمعه رح كمان لما كل ما بتنزل اكثر وشوي حتصير كانها مثل الشمعه المفرغه اللي عم تضوي من براتها، هي شوي شوي عم تاخذ شكل، عم تحسيها كل ما شعلت اكثر هي كانه يعني قطعه جديده ثانيه عن اللي اول ما اشتريتيها. نعم، عم يستفيدوا منها يعني على كل الحالات. تمام. خلينا نحكي شوي كمان دانا عن يعني التصاميم اللي عم تصمموها، الافكار اللي عم تاخذوها. ممكن ناس تقلكم شو بدها افكار، ولا انتم عم تبتكروا او عم تشوفوا شيء على مواقع التواصل الاجتماعي؟ اضافه شو اللمسه الخاصه او البصمه اللي حاطينها بمشروع شغف؟ هلا شغف كاندلز من وقت ما بلش بفكره خارج الصندوق، ما كان حدا عم يشتغل طباعه حراريه على الشمع. طبعا الطباعه الحراريه ممكن تكون بآلات بس بتكون مكلفه جدا. هي حراريه مو ليزريه؟ هي لا حراريه بس حرارية. هي يدويه، حرارية يدوية ممكن بدها وقت أكثر وجهد بدها وقت أكثر وجهد أكثر، بس هي حتكون بتكلفة أقل، يعني المواد بتكون أقل بكثير من إنك تجيبي الآلة، فهي الشيء الحلو يعني بما إنه نحن ما رح نتكلف كثير عليها يدوياً فهي حتضيف لمسة كثير فنية للشخص اللي عم يشتريها، فهي شغلة. الشغلة الثانية إنه نحن كل الأفكار اللي كنا عم نشتغلها هي أفكار خارج الصندوق، أكيد في اطلاع كامل على كل شيء،
كان عم ينتشر او حتى يوتيوب او فيسبوك او اي موقع ثاني او اي حدا عم يشتغل، بس ما كان في تكرار لاي فكره، كان كل شيء في له بصمه مميزه. والناس وهذا الشيء اللي حبيته دائما يعني تماماً. صح الفولكلور والشغلات التراثيه هي حلوه، بس اليوم عم بيكون في افكار جديده، يمكن عم يكون في دمج بين القديم والجديد لحتى نطلع فكره جديده وبترضي الذوقين. قد ايه هذا الشيء شفتيه يمكن ولمستيه من خلال الناس؟ كثير اشخاص وقت بتوصي بتستغربي انه هي الفكره كانت ببالي بس انا لسه ما طلعتها، انه حتى الاشخاص بتعطيكي اوقات بتوحي لك بفكره ما تكون هي يمكن مكتمله عندك، تجي بتطلبها فانت حتعملي لمساتك عليها وتقدميها، فهذا الشيء اللي بيميزها عن غيرها. يعني هلا في كثير اشخاص بتشتغل بس بالاخير بصمتها والشيء اللي بتضيفه عليها مو مثل اي حدا ثاني يشتغل. نعم، طب خبرينا اليوم هاي المشاريع الصغيره وخاصه بما يخص المهن اليدويه والحرف اليدويه اللي عم يتعلموها النساء بكثره وعم يطلبوا يمكن منك يتعلموها حتى كمان يكونوا عم موفرين للحاله الاقتصاديه الرائجه هلا، وحتى يعني ياخذوا مصروفهم ويبدعوا بالشيء ويسوقوا له بشكل معين. خبرينا عن هذا المشروع اول شيء، في نساء انضمت لكم تعلمت هي المهن او الحرف اليدويه؟ لا، هي المبادره بلشت فرديه مني شخصيا وهي مستمره بشكل فردي لهلا، رغم انه هي كثير متعبه انها تكون بشكل فردي. انت كيف عم تعلميهم؟ بحاجه فريق عمل، بس انا ممكن اي حدا حابب انه يتعلم اي شيء، اوقات كثير بيسالوني بمثلا على الماسنجر انه نحن فينا ناخذ من وقتك شوي نتعلم منك شغله، نحن عم نجرب طلع لنا هي المطبات، فيك تساعدينا ليش هيك طلع لنا كذا، فانا اكيد بجاوب على الكل، لانه مثل ما انا كمان تعلمت لحالي بحب انه اي شخص. كيف تعلمتي دانا يعني؟ تعلمت لحالي. الشمع اللي كان عندكم بالبيت كنتوا تعملوا تعملي كان كله تجريب، يعني كله بلشت تجريب. حتى اذا بدك يعني بالتفصيل هي بلشت كيلو شمع خام من السوق، هو الشيء الوحيد اللي اشتريته والباقي كل شيء من عندي من البيت. طبعا اول تجربه ما كانت ناجحه وواو يعني، بس مع التجريب اكثر من مره ومع الاصرار، بدها كثير اصرار انه انت لا رح يطلع معك منتج حلو ولائق وحيعجب العالم اللي حتاخذه من عندك، فمع التجريب والاستمرار صار المنتج على ما نحن عليه يعني. هلا اكيد مع هذا الاصرار انه نحن يمكن فشلنا اول مره او يمكن ما طلعت الفكره مثل ما بدنا بالشكل اللي بدنا اياه، جربنا مره واثنين ثلاثه، لكن اربع سنين عمل لشغف هذا يعتبر انجاز اليوم. صحيح. قد ايه هذا الشيء ممكن يعطيكي حافز لقدام ويكون مشروعك الخاص فعلا تقدري تستفيدي منه ماديا اقتصاديا، وممكن يكبر هذا المشروع ويصير عندك يمكن عدد كبير من السيدات اللي بيساعدوك فيه؟ والله موجودة الفكرة؟ أكيد موجودة، وهذا طموحي يعني، وبتمنى القطع اللي عم تتاخد هي كسوفينيرات صغيرة لبرا لأوروبا أوقات حتى لبلدان عربية تانية، كل الأماكن اللي زارتها شغف بقطعة منها، بتمنى أنها تصل أكثر وأكثر ونبين لكل العالم أنه نحن في عنا حرفيين بيقدروا يشتغلوا شغل كتير مميز وشغل كتير متقن بنفس الوقت، ويضيف لمسة مختلفة عن اللي موجود بالسوق والشيء الجاهز الموجود. هلا الحافز، بما انك حكيتي عن موضوع الحافز، الحافز هو كل كلمه قالت بحدا مثلا عطى رايه، حدا ممكن تعليق صغير قاله على الفيسبوك على الجروب الخاص بشغف، حدا مثلا شجع، حدا حط لايك، يمكن قديش هي كثير بسيطه، قديش ممكن الكلمه تاثر، قديش ممكن تخليكي انه تتقدمي اكثر، هذا كثير حافز كبير. كمان لما شخص بيشتري من عندك شغله وبيقول لك انه انا فعلا انا لقيتها احلى شيء اشتريته لهلا، فهي كمان بتعطيكي حافز كثير انه انت تضلك عم تجربي شيء جديد. اليوم بجعبتنا اكثر من 25 منتج، كل منتج اخذ تجريب واخذ يعني من طاقتي من وقتي بشكل كثير فظيع، انه نحن بدي اشعله، بدي اجربه، بدي عد الساعات اللي بتشتغل فيها، بدي اتاكد انه هيك ما بيخرب، هيك بيتحمل حراره، هيك كذا، هيك العطر هذا مناسب، هذا العطر لا، هذا فواح، هذا لا، فكل منتج هو فعليا، وحتى كل قطعه مو بس كمنتج، هي كل قطعه عم تاخذ كثير من الوقت والجهد لحتى تطلع بهي الطريقه، ولهيك اجت تسميه شغف، لانه نحن اذا ما عندنا شغف باللي عم نقدمه فنحن ما حنقدر نستمر أكيد. فيه، طالما هو مستمر للسنه الرابعه معناتها هو قدران يحقق شغف للاخرين كمان. نعم، دانا يعني بنتشكرك كثير على وجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق هيك والنجاح بمشروع شغف، وبين شغفك بهالقطع الحلوه اللي انت مقدمتي لنا اياها. شكرا لك. شكرا لكم، انتم دائما من الداعمين للمشروع من اول يوم انطلق فيه، كثير بتشكركم، ورمضان كريم على الكل، وكل عام وانتم بألف خير. شكرا لك مره ثانيه دانا، ولشغفك ولهالقطع الحلوه اللي جبتي لها، وموفقه يا رب. تسلمي، شكرا لك.